لي ماهر أنا في منتهى السعادة إن نعمل الحلقات الصغيرة دي مع بعض، وفرحان إن أكون مع مرنم موهوب محبوب ممسوح زيك. ترنم لنا إيه النهاردة؟ إحنا قاعدين كده وقلنا هنسيب كده الدفة زي ما الروح يرشدنا. نفسي ابتدي حاجة مختلفة. لما الرب قال، التلاميذ قالوا للرب علمنا، أمين يا رب، إحنا نصلي. تعرف دي اسمها القديس أغسطينوس سماها صلاة التلميذ. أبانا الذي أبانا الذي في السماء ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، وخبزنا كفافنا أعطينا في أيامنا، واغفر لنا ذنوبنا كما نحن لغيرنا، لا تدخلنا في تجربة بل نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد من الأزل إلى الأبد. آمين. أروع صلاة، أروع صلاة. يا رب صلواتنا تبقى على نفس النموذج ده. أمين. عارف كده اللي يفكر فيها، انت ارشدتني عشان اتكلم فيها، اللي يفكر في الصلاة الربانية، اولا هي مقدمة وخاتمة وبينهم ست طلبات. أيوه. الست طلبات التلاتة الاولى يختصوا بيه، التلاتة التانين يختصوا بينا. فكر فيها كده. أيوه. التلاتة الاولانيين لما بنقول له أبانا الذي في السماوات، دي المقدمة، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك. وبعدين التلاتة التانين خاصين بينا عشان يعلمنا اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، هذه كلها تزاد لكم. عايز يعلمنا أول ما تيجي تصلي أشكر الأول، أول ما تيجي تصلي سبح الأول. عارف إيه اللي بيحصل معنا؟ أول ما نيجي نصلي، أنا عن نفسي في البيت مشغول بإيه؟ ابني اللي تعبان، احتياجات المادية، بنت اللي معرفش ايه، وافضل اقول يا رب، والبنت والولد والشغل. خلونا نتعلم اول ما نيجي نصلي اشكر وسبح، ثق ان هو ابوك، هو شايف، لان المقدمة ابانا. ابويا عارف. عارف ابني لما يجي يقول لي بابا اوعى تنسى ان انا الشهر اللي جاي علي قسط الجامعة. حاضر يا ابني. يجيني تاني يوم، بابا فاكر قسط الجامعة؟ حاضر يا ابني. تاني يوم بالليل، بابا اوعى تنسى قسط الجامعة؟ حاضر يا ابني. تالت يوم، ايه رأيك؟ اقول له ايه حبيبي؟ ده انا من اول يوم في السنة وانا حاططهم في اجندتي، انا عارف ان عليك قسط وعارف امتى هسدده. هل مصدقين ده؟ مصدقين ده؟ فاول تلات طلبات يختصوا بيه، التلاتة التانين يختصوا بينا، فيهم الماضي والحاضر والمستقبل. الماضي اغفر لنا، الحاضر اعطنا اليوم، المستقبل لا تدخلنا في تجربة. وكان بيقول حط ماضيك وحاضرك ومستقبلك بين ايديه. لما نيجي للمقدمة أبانا، أبانا. عارف أبانا؟ تزيل الخوف. لو جيت بالليل كده انت أبويا يا رب، المفروض ابقى مطمئن ولا لا؟ وانا بغمض عيني، بغمض عيني على ايه؟ مش على المجهول، على الرب. الرب كلمة أبانا تديني سلام، تديني طمأنينة، تديني قيمة. أبويا مين؟ مين أبويا؟ مش الناس حوالينا بتستمد قيمتها من أبوها؟ أنا ابن فلان، أنا ابن الرب،
دي قيمتي، فبيديني قيمة ومعنى وهدف، سلام، اطمئنان، فرح. مهما أقول، لما يقول الذي في السماوات مش معناها العالي أبدا، معناها القدوس، معناها صاحب السلطان. في المزمور يقول له إليك رفعت عيني يا ساكنا في السماوات، مش البعيد، صاحب السلطان القدوس، هو ده أبويا. الخاتمة بننساها، عارف الخاتمة إيه؟ وأنا بطلب إن ما يدخلنيش في تجربة، وأنا بطلب إن يديني خبزي اليومي، وأنا بطلب وبطلب. ليه؟ بنقول لأن الناس بتنسى، لأن دي الخاتمة. إحنا مش بنطلب من إله عاجز أو ضعيف، لأن لك الملك، لك القوة، لك المجد. أنا جاي لإله كلي القدرة والمجد والسلطان. كنت أتمنى أخد مؤتمر أشرح فيه بصدق قدام الرب. أنا مستمتع وأنا بقول له مثلا ليتقدس اسمك. هو اسمه ناقص قداسة؟ لا، يروا الناس أعمالكم الحسنة، يمجدوا أباكم. وأنا بقول له يتقدس اسمك، خليني يا رب بأفعالي بكلماتي الناس تسمعها وتشوفها فتشاور عليك أمين. وتقدسك أمين. ليأتي ملكوتك، أملك على بيتي أمين. أملك على حياتي، أملك على أيامي يا رب. لو عشنا ده نطمئن ولا لا؟ طبعا. الناس مرعوبة النهاردة ليه؟ لأنها مش تحت سلطان الملك. لو تحت سلطان الملك لتكن مشيئتك، عارف كلنا عايزين ايه؟ لتكن مشيئتي. جايين نصلي كأن جايبين لستة طلبات، يا رب امضي على الليستة دي. مش بقول له عايز ايه يا رب، انا طوع امرك، انا تحت امرك. اروع صلاة الصلاة الربانية، الصلاة الربانية. تقول لنا حاجة تانية صغننة ولا وقتنا خلص؟ يا ابويا السماوي، حتى عدد واحد. يا ابويا السماوي، يا ابويا السماوي، غمرني بحبك وانا عاصي وقلبك فاكر مش ناسي. غمرني بحبك وانا عاصي وقلبك فاكر مش ناسي. ان انا ابنك، ابنك الغالي عليك، ابنك الغالي عليك. يا أبويا سماوي، يا أبويا سماوي. اوعى تنسى، فكر نفسك كل يوم ان هو أبونا، حاضرنا، مستقبلنا مضمون بين إيديه. الرب معاك. آمين.